اخوة مزارعي القطن ان شاء الله الاسعار السنه دي هتبقى افضل من سابقيها كثيرا جدا. وطبعا بعد عمليات زراعه قطن الاكتار وزي ما سيادتك عارف هيحصل في طفره كبيره جدا، وبعد ان وفرت وزاره الزراعه حوالي 600,000 بذر اكتار، وبالتالي النهارده احنا سيعادل القطن المصري العرش مره اخرى. طب سيد انا ما اعرفش الموضوع ده يعني داخل في اختصاصات وزاره الزراعه ولا لا، ولكن في ايضا شكوى كان بيتكلم معانا فيها الاستاذ رضا حوالين المسؤول عن الشون بتاع تخزين القمح، ان في ربما خلل في الميزان طبعا مش لصالح المسؤول عن هذه الشون. هل من هل حضرتك ده كان قبل كده؟ قبل كده انما احنا دلوقتي مع اعضاء اللجنه الوزان لازم يكون موجود، لانه هو طرف محايد، هو محايد ما بين الفلاح وما بين الشركات والمطاحن. يعني الموضوع ده خلاص اتقفل كده خلاص؟ لا الحمد لله، يعني هم احنا اعضاء في اللجنه معاهم، واحنا اللبنيه موجوده في الشوان وهي الطرف المحايد كان قبل كده كان بيعملوا كل حاجه. طب اخيرا استاذ عيد، يعني هو بس سعر القمح الحاج رضا كان بيقول ان هو ثابت بقاله 4 سنين على 420 جنيه، وكان بيتمنى ان هو يكون يعني مشجع للفلاح والمزارع البسيط ان هو يزرع القمح، فكانوا مطالبات ان هو يزيد السعر شويه. رد حضرتك على ايه على الموضوع ده؟ والله احنا السياسه التشعيريه دي بتقرر في اللجنه الاقتصاديه بمجلس الوزراء. يعني احنا وزاره الزراعه هي وزاره بحوث وانتاج وارشاد، وليس لها دور في موضوع وضع الاسعار. وانا ارى انه مجلس الوزراء او الحكومه حريصه على دعم الفلاح والنهوض به، لان طبعا انت عارف حضرتك ان الفلاح المصري هو العمود الفقري للإنتاج في مصر، ولا بد من الاهتمام فيه، وكلنا الحقيقة بنربط على كتفيه. وبالتالي النهاردة أنا أرى أو أنا أعتقد تماما أنه لن يترك الفلاح بفريسة لأي حد، وإن شاء الله نرى تخفض في أسعار الأقماح أو المحاصيل بشكل عام اللي فعلا بيعاني منها الفلاح المصري. يعني الأستاذ عيد حواش المتحدث باسم وزارة الزراعة، شكرا جزيلا ليك يا أستاذ عيد. يعني وضح لنا، هو جميل الأستاذ عيد بصراحة. الأستاذ عيد راجل محترم، وإحنا بس أنا بقول حقائق. أنا بقول حقائق، هو رد عليك هو حقائق، وأنتوا هتقولوا بقى. أنا من يوم وزير الزراعة جه إحنا لغاية دلوقتي. طب عايزين بس دي حاجة شخصية إن شاء الله يتحل الموضوع. مش شخصي والله، يتحل الموضوع ده ويتم تحديد ميعاد. عايز بقى تفهمني، إحنا كنا بنتكلم عن الصوامع الترابية والصوامع الأسفلتية، إيه الفرق بينهم وإيه الإضافة اللي هتضيفها التغير في فكرة الصوامع عن في محصول القمح؟ يعني ايه اللي هيضيف المحصول القمح السنه دي؟ هو الشون الترابيه كانت قبل كده القمح بيتحط في جويله وبيتحط في طول السنه لغايه ما الشتاء بيجي، وبيقوم الشتاء نازل بيكون الجويله بقى من الحر بيكون ايه يعني يكون دابت، فبالتالي بيقع القمح من على الارض الترابيه فعلى الشتاء على الكلام ده كله كان بيجي. طبعا امين الشونه مش هيظلم نفسه ان يودي الشونه معجزه هيروح في داهيه، واخد بالك، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يعبي كله بقى مع بعضه ويوديه المطاحن ويطحن بقى، ان كان شون بزلط برمل بطوب طينة، بيخش في الرغيف العيش، فبيخش في الرغيف واحنا بناكل كويس جدا. طيب السنه دي هيبقى الطعم الرغيف مختلف بقى مع الشون الاسفلتيه؟ لا هو بسم الله ما شاء الله النهارده الصوامع والهناجر، واخد بالك، اللي اتعملت جديده دي القوات المسلحه بصراحه قايمه بدور كويس جدا، وبصراحه كده ايه، يبقى احنا كده بنضمن ان تخزين القمح يبقى مظبوط، ما يتحطش عليه يعني ايه، ما يبقاش لا عليها تراب ولا عليها رمل، واخد بالك، محطوط في اماكن كويسه، الجو يشتي بقى يحرر، واخد بالك، مش هيتاثر به القمح. ده بيحافظ على المخزون اكتر من التراب. انت كنت بتهدر كميات كبيره جدا من القمح، كان بتبحتر وكان بيتعمل يعني لو في امين شونه عنده ضمير، واخد بالك، الشونه بتاعته كانت لازم تعجز عشان خاطر لو ما عباش يعني الشرب يعني، واخد بالك، لان طبعا في تهدير وفي كده لانها شونه مكشوفه، انما لما بتحط في الصومعه اللي انت بتحطه التخزين اللي انت بتحطه بيبقى في قلب الصومعه ما بيتهدرش منه حاجه، فبالتالي بيبقى ايه، حبيه القمح هي ما
حافظه توازنها موجوده. يعني تم استلام 10,000 طن قمح لغايه دلوقتي، رايك ايه في النسبه ديت وامتى هيتم؟ احنا المفروض الانتظار استلام اكتر من 4 مليون طن قمح، تنتهي امتى استلام الدوله تستلم امتى؟ هو احنا لسه ما دخلناش في مع ان كان الجمعه اللي فاتت ديت اول يوم في الايه في استلام المحصول، لكن هو احنا لسه لغايه دلوقتي ما فيش غير الصعيد شويه كده اللي ايه اللي بداوا يستلموا، واخد بالك، وبعض الاماكن اللي هي اللي عندنا بسيطه يعني، لكن لسه الناس ما فتحوش الصوامع بتاعتهم ولا الهناجر، واخد بالك، وطبعا الفلاح لسه بيضم وبيدرس. هنبدا بقى الشغل الاسبوع اللي جاي ده، بقى الشغل الصحيح يعني الاسبوع اللي جاي دي، واخد بالك. وطبعا في كل مكان في الاستلام اللجنه موجوده وبتستقبل القمح وبتعينه كويس جدا، يعني التعيين اللي كل واحد فلاح هياخد حقه باذن الله، والوزن مظبوط وكل حاجه ان شاء الله هتبقى تمام بالتمام بالسنه دي. انا حاسس كده ان شاء الله ان السنه دي هتبقى سنه خير ان شاء الله على مصر، وربنا كده يوفقنا في المشاكل اللي بيواجهها المزارع عند توريد القمح. والله هي المشاكل اللي بيواجهها ان فيه الشون الترابيه ديت، ما في اماكن ما اتعملش البديل بتاعها. يعني انا قلت ما فيش شون ترابيه مثلا، بس كان المفروض ان انا اعمل في البلاد ديت يا صوامع يا هناجر، واخد بال حضرتك، على اساس ان انا ايه افتح المجال شويه بالنسبه للايه للفلاح ان يودي القمح. دلوقتي في اماكن في المحافظات، واخد بالك، مراكز كبيره جدا جنب بعضها ما فيهاش لا شون ترابيه ولا فيها صوامع ولا فيها هناجر، فطبعا دي هتبقى ايه صعبه شويه جدا على الفلاح ان هو ينقل من مكان مثلا لمكان ممكن 40 كيلو ولا حاجه، وده هي تكلفه عليه دي طبعا تكلفه ده صعبه جدا، واخد بالك. فاحنا انا بقول لمعالي وزير التموين يا ريت الاماكن ديت نفتح لها يتفرش فيها مشمعات وكلام من ده، ويتفتح فيها برضه باقي التوريد، بس يتنقل على طول مباشره، يتنقل على الصوامع، يتنقل على المطاحن مباشرة، فبالتالي مش هيبقى فيه تكدس، لأن فيه تكدس في ناس بتقعد بالثلاث أيام قدام الشؤون. طبعا هو بيزهق وصاحب العربية بيزهق بثلاث أيام عشان يسلم عشان يسلم. طبعا الأماكن مش يعني ضيقة جدا، واخد بالك، فطبعا بيقفوا طوابير على ما إيه على ما يخشوا، فاليوم والاثنين ما بيكفوش. وانا قلت المشكله دي لمعالي الوزير وهو قال لي هنحلها ان شاء الله، يعني نتمنى ان شاء الله المشاكل دي كلها تتحل. يعني هل في اتجاه في وزاره التموين لربط القمح ببورصه سلعيه، بورصه، يبقى هل في الاتجاه دوت وده هيبقى مفيد للمزارع اكتر؟ لا، هو انا حكايه البورصه الزراعيه ديت، اصل القمح ده محصول قومي، واخد بالك، القمح محصول قومي، انا المفروض ان انا كفلاح انا بعرف سعره، هو بسعره بكام وبزرع، واحنا انا بقول نشجع ليه، انا بقول نشجع الفلاح ليه، تمام، نشجع الفلاح لان المحصول القمح محصول مهم جدا في الدوله، لان احنا يعني احنا بنزرع وبنطلع الكميه اللي موجوده، انت بتقول 4 ملايين، اكتر من 4 مليون هيبقى اكتر من 4 مليون ماشي ان شاء الله، لكن انا عايز انا بستورد اكتر من نص الكميه. لكام يا حاج رضا؟ يعني مثلا احنا عندنا 50% مثلا، او خلوهم 60% واحنا بنجيب 40%، كتير قوي. احنا عايزين الموضوع ده هوت لما نوسع في الرقعه الزراعيه، واخد بالك، ممكن ما نحتاجش قمح من بره. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطى اشاره البدء لزراعه 21,000 فدان بالفرافره دوت، بالتالي هيخدم الموضوع منظومه الحبوب الغذائيه في مصر هنا. يا باشا ده كلام كويس جدا، وهو سياده الرئيس قايم بمجهود كويس جدا في موضوع المليون ونص فدان، واحنا كلنا كفلاحين مبسوطين بهذا الموضوع، لكن احنا انا بطالب معالي الرئيس ان المليون ونص فدان يتوزعوا على الفلاحين وعلى الخريجين،
ما يتوزعش على المستثمرين، يبقى على الفلاحين وعلى الخريجين. لان طبعا احنا عندنا الفلاح المصري الارض بقت عنده بسيطه جدا، يعني كل فلاح مع طبعا مع استلام الارض اللي كان بيسلمها الرئيس جمال عبد الناصر قبل كده، والخريجين اللي كانوا مستلمين برضه قبل كده، النهارده الاسر كبرت. يعني الاب النهارده خلف اسره والاسره خلفت اولاد، يعني النهارده كل واحد بينوبه ثلاث اربع قريط ما يعملوش حاجه. يبقى النهارده لما انا اوزعهم على الارض الجديده والفلاح هو اللي بيزرع، مش يعني انا كالمستثمر بياخد الارض وطبعا الفلاح اللي مش لاقي بيروح يشتغل عنده. يبقى انا ليه ما انا اديله الارض ويزرع ويتملكها. بس يعني اعتقد ان الاراضي الجديده دي عايزه مستثمرين استصلاحها. ماشي، ما هو الاراضي عشان تحفر بير محتاج قد ايه لو هتزرع بمياه جوفيه؟ يا باشا الفلاح عنده استعداد ان هو الارض دي تبقى للابار، الدوله تعملها وتخصمها على حسابها وتمن الارض على حسابها وكل حاجه. الفلاح مستعد لكده، بس تبقى ارضه، واخد بالك؟ حق الفلاح على الدوله كده، لان هو الفلاح دي احنا ما عندناش غير الزراعه، واحنا عندنا صناعه، احنا دي الزراعه بتاعتنا، هي الدوله دوله زراعيه، واخد بالك؟ ادعمه بقى عشان خاطر احنا يعني لما ندعم الفلاح بتاعنا، واخد بالك؟ يبقى احنا كده الدوله كلها هتعيش وناكل من الرغيف العيش ونبقى كلنا يعني في اكتفاء ذاتي بالنسبه لنا. نسيب موضوع الدوره ده شويه، في تركيز اكتر على القمح، بس الدوره برضو بيخش في رغيف العيش يعني. يا باشا محصول الذرة ده محصول مهم جدا، واخد بالك؟ لكن انا مانيش عارف هما الدولة مش متجهة له ليه؟ ليه الذرة ما زي القمح كده ما الفلاح برضه ما يبقاش له سعر كويس والفلاح يعرف سعره ويزرع ذرة؟ احنا يعني سياسة الدولة في الزراعة ما يعني انا مش م م انا 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 مش شايف سياسة في الزراعة خالص. احنا كنا بنعمل الدورات الزراعية، كان بيبقى مثلا عندنا رز وعندنا قطن وعندنا الذرة، واخد بال حضرتك؟ احنا الدوله ما هيش متجهه، مع ان احنا بنستورد الذره كتير جدا من بره، لان احنا ما بنزرعش كميه الذره تكفي. اولا الذره ده بينطحن زي القمح ودقيق كويس جدا وجيد جدا، احنا بنستفاد منه للمواشي وللاعلاف بتاعت الطيور، احنا بنستفاد الدوله بتستفاد منه، واخد بالك؟ احنا النهارده الفلاح بيهرب من المواشي ليه؟ لانه ما عندوش علف، العلف غالي، هو بيشتريه من بره، بيشتريه باسعار، طبعا الذره جاي من بره والقمح جاي من بره فاحنا بنشتري الاعلاف غاليه جدا. فالفلاح قال لك لا، طب وانا هربي المواشي واخسر فيها ليه؟ ما خلاص بنقصها، واخد بالك؟ يعني حتى الفلاح اللي كان عنده بهمتين وثلاثه وعشرة النهارده ممكن بهيمه واحده بالعافيه، واخد بالك؟ لانه ما عادش مش قادر مش قادر على تكلفتها، واخد بالك؟ فاحنا عايزين الدوله تتجه للفلاح تامين زي زمان. احنا كنا زمان كنا بنامن على المواشي، كنا بنامن عليها، كان كل بيت في مصر فلاح كان بيبقى فيه بالعشر مواشي بس متامن عليهم، والدوله كانت بتجيب له الاعلاف في شون البنك وهو يعلف، واخر السنه بنتحاسب. صحيح، واخد بالك؟ انما النهارده نتمنى كل العمل صعب جدا عليه يعني بصراحه. لا لا ان شاء الله الامور، وانت زي ما انت قلت انت متفائل السنه دي بموسم القمح، نتمنى ان الامور تاخد شكلها الطبيعي. الاستاذ الحاج رضا عبد الباسط الغرباوي، عضو اللجنه المشكله من وزاره التموين لاستلام القمح، وايضا نقيب الفلاحين، شرفتنا. الله يكرمك يا فندم. الله يخليك يا فندم، متشكرين. مشاهدينا الكرام، نتحول الان لمتابعه لاهم وابرز الاخبار الرياضيه. ومي صالح، مي.